بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع فيديو جديد عن دواء جديد، هو نيوكليف. نيوكليف دواء شرب مضاد حيوي واسع المجال. نيوكليف يستعمل في علاج أمراض كتير خاصة بالعدوى البكتيرية والالتهابات. يحتوي على مادة الكلافوينيك أسيد، حمض الكلافولينيك، وأيضا أموكسي سيسيلين. الاتنين بيشتغلوا مع بعض، يستطيعوا مقاومة الجراثيم بطريقة كبيرة. الجراثيم المنتجة للبيتا لاكتاماز. وبشكل عام نيوكلياف يستعمل في علاج التهاب الأذن الوسطى، التهاب الحلق، التهاب اللوزتين. نيوكلياف دواء مضاد حيوي شرب شهير جدا. دواء الاستعمال بتاعته هي: رقم واحد، يستعمل في علاج التهابات الجهاز التنفسي السفلي والتهاب الأذن الوسطى والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الجلد. رقم اتنين، يستعمل نيوكلاف في علاج التهابات الحلق، التهابات اللوزتين، التهاب البولي، الجهاز البولي الجرثومي، الوقاية من الجراحة الملوثة، ذات الرئة الاستنشاقية، وخراجات الرئة أو الخراجات الرئوية. يستعمل ايضا في علاج الدمامل، علاج الجروح، التهاب النسيج الخلوي، عدوى الجروح، عضات الحيوانات، التهابات الاسنان، خراريج الاسنان، عدوى المفاصل والعظام. بالنسبة للجرعة وطريقة الاستعمال، اولا يختلف تحديد الجرعة في اي دواء حسب حالة المريض، سن المريض، مدى تطور الحالة الصحية عنده. هناك حالات تتطلب جرعة مكثفة، جرعة زائدة، وهناك حالات تتطلب جرعة متوسطة، وهناك حالات تتطلب جرعة بسيطة. الجرعة الرسمية، وطبعا المسؤول الاول والاخير عن تحديد الجرعة هو الطبيب المعالج، اما الجرعة الرسمية المفترضة للبالغين اللي هم اكبر من 18 سنة هو 1000 ميلي جرام، يعني 1 جرام كل 12 ساعة، يعني 2000 ميلي جرام في اليوم. ومن ثم يتم تقليل الجرعة حتى تصل الى 625 ميلي جرام كل 12 ساعة بالتدريج حتى يتماثل المريض للشفاء. الجرعة الاعتيادية للأطفال اللي أعمارهم من 3 شهور حتى 12 سنة، يكون وزنهم 40 كيلو جرام أو أقل. أما اللي أكبر من 40 كيلو جرام يعامل معاملة البالغين. 40 كيلو جرام، اللي وزنه 40 كيلو جرام أو أقل، يتم أخذ جرعة من 30 إلى 60 ميلي جرام كل 12 ساعة. ايه هي الاثار الجانبية لنيوكلاف دواء شرب مضاد حيوي؟ هو معلق، يعني هو بيتاخد بودرة، انت بتشتري من الصيدلية عبارة عن بودرة، بتحط عليه المية اللي موجودة معاه، المصاحبة ليه الموجودة معاه في العلبة، وبعد كده بيبقى ايه، دواء شرب. طبعا بتبقى صلاحيته محدودة، لان هو طبعا هم لو مش صلاحيته محدودة ما كانوا خلوه دواء شرب عادي، لكن هو معمول بحيث ان هو انت تحط عليه المية وتستعمله على طول، لكن تحط عليه المية وتركنه في التلاجة هيبوظ خلاص. يعني هو المفروض الواحد من نفسه كده يفهم، تمام؟ هما طب هي الشركة ما كانت عملته دواء شرب وخلصت، بدل ما تتعبك وتحط المية وحوش المية وحط المية، لا لا، ده هي الدواء الشرب، الدواء المعلق دوت اللي هو بيتاخد بودرة بيتحط عليه دي المية، في خلال اسبوع 10 ايام خلاص بينتهي. فانت ما تحطوش بقى في التلاجة وتقول ده انا هخليه جاهز والكلام دوت، لا مش هينفع. طيب الاثار الجانبية، الاثار الجانبية عند بعض المرضى، يسبب عسر هضم عند بعض المرضى.
أيضا عند بعض المرضى يظهر غثيان وإسهال، أيضا عند بعض المرضى يظهر التهاب في القولون، عند بعض المرضى يظهر طفح جلدي وإصابة بمتلازمة ستيفن جونسون، عند بعض المرضى يظهر نقص كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية، عند بعض المرضى يظهر فقر دم وفشل كلوي، عند بعض المرضى طبعا فشل كلوي وفقر دم ده في حالة الجرعات الزائدة، في ناس بتاخد أدوية وخلاص واديله اديله اديله ومفكر الأدوية ديت، الأدوية دي مواد كيماوية بتضر الجسم. طيب يظهر عند بعض المرضى تكون حصوات كلى، يظهر عند بعض المرضى سعال وشعور بألم في البطن وإسهال، يظهر عند بعض المرضى صداع وضعف عام وإعياء، يظهر عند بعض المرضى تكيف بكثرة وإصابة بطفح جلدي، يظهر عند بعض المرضى بعض مشاكل في الكبد وأمراض الجهاز الهضمي بشكل عام، يظهر عند بعض المرضى قلة عدد الصفائح الدموية في الجسم، يظهر عند بعض المرضى امتناع المريض أن طبعا عند بعض المرضى يظهر على المريض الا يفرط في استخدام الجرعة المكررة، لأن الإفراط بيساهم في ان الحالة الصحية تبقى خطيرة وربما يؤدي الى الايه الى عواقب صحية خطيرة، هو الإفراط في تناول المضاد الحيوي. طيب بالنسبة للاحتياطات وموانع الاستعمال، يفضل عدم تناول نيوكلياف مضاد حيوي للأشخاص اللي عندهم حساسية تجاه المواد الفعالة، يحذر أيضا تناول هذا الدواء إذا كان الشخص يتناول حبوب بيتا لاكتام ومشتقاتها، أيضا يمنع على المصابين في بخلل في الكبد تناول نيوكلياف، أيضا هذا العقار يسبب خطر صحي شديد على المصابين بمرض في الكبد. طب التفاعلات الدوائية النيوكلياف، يؤثر تناول المضادات الحيوية على النساء وخاصة الحوامل حيث أنها تؤثر على المرأة الحامل بشكل سلبي ويمكن أن تضر بالجنين، لذا يجب على أي سيدة حامل الابتعاد عن المضادات الحيوية عامة. طبعا الا تحت اشراف الطبيب الخاص بامراض النساء. يفضل عدم تناول متزامن للمضادات الحيويه مع عقار بروبينيسيد الذي يقلل من الافراز الكلوي لماده الاموكسيسيسيلين. النقطه اللي بعد كده، ايه هو سعر نيوكلاف؟ نيوكلاف زجاجه شراب نيوكلاف بتركيز 475 ملي جرام، سعر العبوه 21.50 جنيه مصري. زجاجة دواء شرب نيوكلاف 642.5، سعرها 27 جنيه مصري. زجاجة شراب اكسترا بتركيز 600 ميلي جرام، سعرها 32 جنيه مصري. في نهاية الفيديو ارجو ان انتوا تكونوا قد استفدتم، وارجو ان انتوا ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.